تحطي تاني الكيس عليه وتقفلي كده العلبة محكمة الغلط بالشكل ده. ودي تاني طريقة معانا. الطريقة التالتة ان انت هتحطيه في اكياس كده زي ما شفنا كده، زي ما انت شايفة اكياس عادية بس بالشكل ده. بس كل الفكرة ان انت بظهر السكينة كده هتقسميها بظهر السكينة، عشان ايه؟ لو عملتيه بسكينة حامية ممكن تقطع لك الكيس.